خلينا نبدا معاك يا كريم النهارده، من وجهه نظرك شفت مباراه امبارح ازاي؟ في كلمتين. طبعا يعني مباراه اكيد مش النادي الاهلي ما بيلعبهاش كل شويه ولا الانديه المصريه، فبالتالي اكيد ليها ظروف، ليها حسابات مختلفه. حتى احنا هنا لما كنا بنتكلم على فنيا على نقاط ضعف بايرن ميونخ قلنا في نقطه واحده او نقطتين يعني على اقصى تقدير. فكره بس كابتن اسلام اللي انا عايز اقوله قبل ما نخش يعني في العمق الفني، اي مباراه كره قدم هي ليها جزء خاص باللاعبين وليها جزء خاص بالجهاز الفني، يعني بتتقسم. طبعا اي حد بيحب الرياضه عارف ان اي لاعب بيبذل جهد لازم تشكره عليه، خصوصا المباراه زي دي. اعتقد المفروض كاعلام مصري نفتخر ان النادي الاهلي ودانا دي المحفل ده. حضرتك في الانترو بتاعك بتستعرض كلام كاكا وماسكيرانو وخوليو سيزر بيطبلوا النادي الاهلي برضو. لا لا انا عايز بس في الاخر خلينا نقول كلام ذوقي، ذوق الناس ذوقيات معانا ذوق. طيب تخيل تخيل الاعلام او معظم الاعلام المفروض اللي في البلد لا هو نفس البلد. لا هو انت عارف هو مش عايزين نتكلم في الموضوع لانه انت عارف تتكلم على مين، تتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي وبعض الاعلام الذي لا يشجع النادي الاهلي، ولكن في اعلام محترم كتير. لا وبرده اعتقد لو احنا بنحلل المباراه دي بتكلم مثلا يعني اتفضل على محمد الشناوي. محمد الشناوي امبارح عمل كحارس مرمى عمل مباراه جيده. برافو عليك. جيده. لا يصح لا يصح ان يتم السخريه منه. لا طبعا ده اول حاجه المفروض نعملها اصلا، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ان اي لاعب خارج بنقول له شكرا على المجهود، لسه مش هنقيمك فني. بالظبط مش هقيم فني خالص لسه. برافو عليك. احنا اول حاجه هنقول لك كويس جدا ان انت فضلت 90 دقيقه بتجري قدام الناس دول، دي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده تعالى بقى نقعد نقيم التحليل الفني، الايجابيات والسلبيات، خصوصا ان انت مش هتلعب بالماتش الجاي، انت مش هتلعب دورتموند. احنا ما بنلعبش بوندسليجا، احنا الاسبوع الجاي مش هنلعب دورتموند، مش هنلعب هرتا برلين. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، احنا المره احنا النادي الاهلي لاول مره في التاريخ نادي افريقي في نفس البطوله بيلاعب بطل اوروبا وبيلاعب بعديه بطل امريكا الجنوبيه، دي ما حصلتش. تمام القرعه الحقيقه يعني حظنا حصلت مع مازيمبي. لا حصلت مع مازيمبي، لعبوا في السيمي فاينل اعتقد امريكا الجنوبيه كانت معكوسه، لعبوا امريكا الجنوبيه كانوا بيلعبوا اوروبا في الاخر. فاللي عايز اقوله ان احنا في اليومين دول مش هيتكرروا تاني، فمفروض نفتخر ونبقى فرحانين بيهم كميديا. انما ما ينفعش اعتقد ان احنا نحاول، انا مقابل قابل جدا من الجمهور، من الجمهور ان هو يعمل للتحفيز. حقك الجمهور هو اضعف طرف في المنظومه. لا 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 بالعكس اعمل اللي انت عايزه. بالعكس لا 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 مش اضعف طرف، ده اقوى طرف. لا مش قصدي يا كابتن اسلام، مش قصدي اضعف، اقوى طرف ومن حقه يقول كل حاجه ومن حقه يعمل كل حاجه. عارف ليه؟ نعم. الجمهور ده هو احساسك واحساسي. نعم. انت طلع تقول الكلام ده، واحد انت مش مذاكر على فكره. نعم. الكلام ده انت مش ده خالص مش حافظه. لا خالص انت طالع تقول لان انت راجل بتشوف النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي. نعم. وشايف ان من حق النادي الاهلي او من لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقول لهم شكرا زي ما. نعم. انت بتقول انما يتم السخريه اهو، انا كلامي واضح جدا، يتم السخريه من محمد الشناوي لاي سبب كان في التلفزيون، اعتقد ده امر عيب انه يحصل. طبعا ويجب ان طالما ان احنا اخترنا نكون محللين ونتكلم في الرياضه بعمق، يبقى اول حاجه بتشكر عليها اذا كنت انت اصلا مفروض يعني تمارس رياضه. كلنا انا لاعب تنس طاوله في فريق الرواب بالنادي الاهلي بمارس رياضه، فانا حتى لو بنكسب وبنلاعب ناس كتيره اول حاجه بشكره على المجهود اللي هو عمله، حاجه طبعا اي منافس، فلازم ان انت تشكر الرياضي على مجهوده، خصوصا ان هو بيلاعب فرق عليك. انت عمرك ما هتشوفها في ملعب او قدام نادي مصري غير قدام النادي الاهلي. وفي الحلقه السابقه الكابتن اسلام قال احنا بنشوفهم بس في البلاي ستيشن والتلفزيون ساعات مش ساعات على طول.